السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هفصل لكم النهاردة تفسير ورؤية توت الأبيض في المنام، ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. يرمز تفسير حلم التوت إلى الأرباح والعمل التجاري وزيادة المكاسب والدخول في علاقات نافعة وتبادل الخبرات مع الآخرين، ويرمز التوت في المنام إلى الخلاص والوفاء والمحبة والتحلي بالأخلاق والسلوكيات الحميدة. إذا رأى شخص أنه يشتري التوت من السوق دل ذلك على أنه سيوافق في أمر ويسعى إليه. إذا رأى شخص شجرة التوت في الحلم دل ذلك على أنه سيكسب الكثير من الأمور. ورد عن الشيخ النابلسي أن رؤية التوت الأبيض في المنام له العديد من التفسيرات، وتدل رؤية تناول التوت الأبيض في المنام على حسن الخلق والعافية في البدن والصلاح في الدين. إذا رأى الرجل أنه يتناول التوت الأبيض دل هذا على أنه سيحصل على كثير من الأموال. ويرمز أكل التوت الأبيض في المنام إلى الإنسان الذي لا يأكل ولا يمل من بحثه عن الحقيقة، ولكن يزداد بقية ويطمئن قلبه. تدل رؤية أكل التوت الأبيض في الحلم على العلم الغزير والتفقه في الدين والكسب الحلال والسير في الطرق المستقيمة وتجنب مواضيع الشبهات وعمل الصالحات. أكل التوت الأبيض في المنام يعبر عن الميل نحو الأعمال التجارية التي يستهدف الرائي من وراءها زيادة داخلية وتحسين معيشته. إذا حلمت أنك تأكل التوت الأبيض في منامك وكنت مريض أو مكروبا دل ذلك على الشفاء التام وتحسن الصحة وزوال الكرب والتمتع بحياة رغيدة يسهل فيها تحقيق الأهداف والوصول إلى الأحلام. وتدل رؤية التوت الأبيض في الحلم على الود والاحترام والوفاء بالوعود والالتزام بالوجبات وعدم الخروج عن القوانين. ورؤية الصعود على شجرة التوت الأبيض في المنام للعزباء تعيد بشارة خير لها، فهي دلالة على النجاح والتوفيق والوصول لأعلى القمم. وتعيد رؤية أكل التوت الأبيض في المنام من الرؤية المستحبة للعزباء، فهي تدل على اقتراب زواجها وتحقيق الكثير من الأمنيات. ويرمز التوت الأبيض في المنام إلى الخير الكثير والرزق الوفير. ومن بين المعاني والدلالات في منامها أنها تأكل التوت الأبيض دل ذلك على اقتراب زواجها وإن كانت عزباء. وتشير رؤية أطف التوت في المنام للفتاة العزباء إلى الحظ الجيد. والتوت الأبيض للمتزوجة يدل على الإنجاب، وإذا رأت المتزوجة أنها تناول التوت مع زوجها دل ذلك على أنها ستحمل قريبا. وتدل رؤية حلم التوت للمرأة المتزوجة على التفاؤل والتعلق بالأمل والعمل من أجل تحسين وضعها. وإذا رأت المرأة الحامل في منامها التوت الأبيض دل ذلك على أن موعد ولادتها قد اقترب، كما أن ولادتها ستكون ميسرة ولن تعاني من أي متاعب. والتوت الأبيض في المنام للحامل يدل على الراحة بعد مشقة والحصول على الغاية وقضاء الحاجات وإنهاء وضع لم يكن محبب لقلبها من أجل البدء في ترسيخ وضع جديد لطالما إرادته. وتدل رؤية التوت الأبيض في المنام على الفرج القريب وثمار الصبر والعمل والعيش الهنائي. ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية التوت الأبيض في المنام. أتمنى الحلقة تنيل إعجابكم وتكونوا استفدتوا منها، وأتمنى كمان تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة من فسر حلمك مع ياسمين.